بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقلوا: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، زي النوم بس لي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلق. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك
فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار ثور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار بين من تحت، المواجهة كده مسدودة، لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش، ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية: لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟ الله. في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك: لأن في معية الله، ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فكيف تدركنا الأبصار؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله، والشيطان لم يدخل في معركة مع الله، وإلا وإنما دخل في معركة مع خلق الله. فمن أراد أن يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله، ومن أراد أن لا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله. حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك، ويتكلم الله، الصفائية تأتي. إذن هذا هو معنى إذا قرأت القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هيأت نفسك للمدخل، حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، نعم. إيه الأصل كده؟ لأن القرآن بدأ مقروءا باسم ربه، فكذلك بدأ متلوا باسم الله. المسألة واحدة. رسول الله حينما كان في الغار وقالوا الوحي وقال له: اقرأ، اقرأ تتطلب أمرا، أن يكون حافظا شيئا يقرأه، أو يكون قدامه مكتوب يقرأ. ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقرأ، لا دي موجودة ولا دي موجودة. قال: ما أنا بقارئ. رسول الله منطقي مع نفسه، والحق منطقي مع قدرته. قال له: اقرأ. قال له: ما أنا بقارئ. أتعرفون لماذا كان هذا التردد اقرأ ما أنا بقارئ؟ إنما كان ليرد على شعوذة أثارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام ب14 قرن. قال لك: ده القرآن ده شوية وسوسات وأحاديث في النفس بتاعت محمد، وبقى يقولها وشخصية مش عارف إيه. نقول له: أهي قول الله، قول الله اقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين، شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنعة. الله الله. لو كانت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كانش تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الممتنعة، إنما ده بقول له اقرأ يقول له ما أنا بقارئ، ده شخصيتين، شخصيتين متميزتين، وكل شخصية منسجمة مع صفاتها،
فالشخصية التي تقول اقرأ هي المقدرة على القراءة، والشخصية التي تقول ما أنا بقارئ شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف مواقعها من الأمية. إذن فهنا شخصيتين متميزتين، مش شخصية واحدة بتطرأ لها هواجس. إذن فقرأ القرآن أولا باسم إيه؟ اقرأ. فحينما يقول ما أنا بقارئ يبقى منطقي، فالحق يقول له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا، ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك، باسم ربك. وتلك ليست بدعا، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني بيخلق من عدم، فكذلك هيخليك تقرأ وإن لم تتعلم القراءة، مش عجيبة عليه الحكاية دي. اقرأ باسم ربك لا باسم أنك تعلمت، الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فليه أنت عايز تقرأ مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر؟ الله، ليه؟ شمعنا يعني الأسباب عندكم؟ يبقى إذن ولذلك شوف اقرأ وربك الأكرم. ليه؟ لأنني حين أتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لأنه نقلها إلي، إنما حين أتعلم من غير ذلك يبقى ده أكرم بقى، يبقى فيه كريم وفيه أكرم، وفيه أكرم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد أنت ما لا، أنت لا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم أنك حافظ، إنما أنت تقرأ باسم ربك، ومدام باسم ربك إذا أراد شأن يقول له كن فيكون، يبقى ما تقوليش تعلمت أو ما تعلمتش. فكما أن القرآن بدأ باسم ربك فكذلك نحن أيضا نتلوه باسم الله. باسم الله، كلمة باسم الله دي لازم ناخد معناها من زاويتين. الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر، إذا كلمك إنسان في أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتنفيذك له تقول له يا أخي أنت بتتكلم باسم مين؟ يقول لك أنا بتكلم يا سيدي باسمي مأمور الضرائب، باسم وكيل النيابة. الله، إذا جاء بالصفة التي تقهرك على أنفه. لما يجي يقولك باسم الشعب نحكم، مش كده ولا لا؟ لا، باسم الدستور. يعني ما المبرر اللي انت قالك باسم كذا؟ ما المبرر على إقبالك على أي عمل تعمله؟ أنت ذهبت لتحرس الأرض عشان تديك زرع، أنت لخلقت الأرض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها قد ايه، ولا البذرة خرقته، ولا المية نزلتها من السماء، كل ما في الامر انك حرست كده، اعملت بفكرك المخلوق لله، في المادة المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله، تبقى انت عملت ايه؟ ولا حاجة. تبقى انت حين تقبل على الزراعة تقول بسم الله. يعني انا لا اقبل على ان ازرع باسمي لانني لا عملت دي ولا عملت دي ولا قدره لي، ولا قدره لي لارغم الارض على ان تنبت. الله، واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا السقاب، انت مالكش قدره على شيء من هذا ابدا. فاذا اقبلت على اي عمل من الاعمال فما هي قدرتك التي ترغم العمل على ان ينفعل؟ ماليش حاجة أبدا. أمال هي إيه؟ تقول له بسم الله، أنا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. يبقى هذا حين تقبل على أي عمل تقول بسم الله، أنا أقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وأمرك أن لا تخرج عن طاعتي، أمرك أن لا تخرج عن طاعتي لأنك مسخر لي. أما لو أن قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي عليك، ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي، أنا الشمس دخلت في استطاعتني عشان نقول لها اطلعي، الله الأمر دخل في استطاعتني، الهوى دخل في استطاعتنا عشان نقول له اب، الغمام دخل في استطاعتني، إنما بسم الله يعني
حصل منه كل ذلك باسم الله الذي سخر هذا الشيء. إذن فحين تقبله على أي عمل من الأعمال انظر إلى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدرة لك عليه. ومدام لا قدرة لك عليه من رايح تتعامل معاه إزاي؟ قال له أنا أتعامل باسم من سخره لي، باسم من سخره لي. أدي واحدة. الشيء الآخر أنك قد تعمل العمل وليس في بالك إلا الأمر المادي اللي ينتج من العمل، زي الكافر، زي الكافر إما يأكل إما يشرب إما يحرط إما يعمل أي حاجة. قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى، يقول أنا بعمل العمل ده لأن الله أباحه لي أو أمرني به، فيبقى في ساعة العمل الائتمار من ناحية المنفعل لأنه سخره، وأنا ما أقبلتش على العمل ده إلا وفي بال الله. يوم لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا وأستفيد عليه ثوابا آخر، ثواب آخر في غير زمنه، هيجي لي في زمن تاني. ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، ساعة المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء، يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكاية دي، الحمد لله اولا والحمد لله اخيرا، يعني المسألة الله. يبقى اذا ساعة تقول في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوة ولا طول، وانما دخلت عليه لان الله سخره لك، ولو لم يسخره الله لك لما استطاع أن ينفعل لك أو أن يعطيه كمان. ولذلك أنا قلت لكم أن مثلا الأنعام حيوانات دي احنا بنستأنسها، فيه بعض الحيوانات لا نستطيع أن نستأنسها، نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل إنما نقدرش نستأنس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده. الله ليه؟ المسألة مش مسألة قوة بقى، ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو لم يزلل لك الأولى لما استطعت أن تزللها، بدليله إن كنت شاطر خلاها تستأنس لك وزللها. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن لو لم يزلل، إذن ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي إن كنت بتستأنس لشطرتك استأنست الجمل، طب بالله تستأنس لحتة الحية الصغننة دي، يوم يتركها كده طول عم حدش، مدام ربنا ما زللهاش لي فزللناها يبقى مش ممكن تزلل. يبقى ترك الله سبحانه وتعالى هذه عشان إيه؟ يلفتنا حتى لا نغتر. فإذا أقبلت على العمل وقلت بسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك، لا بقوتك. إذن فهو لا يتأبى، لأنه حتى منفعل للكافر. طب إيه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ اللي قال بسم الله وهو مؤمن دي انفعل له وده انفعل له، أن أخذ تام وأخذ أنه مساب على عملية استحضار الله في الفعل، وكأنه لم يفعل أي فعل إلا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين أن دي منفعل له ودي منفعل. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو زلل لك الاشياء وهي خاضعة لك ثم انفلتت الاشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك، لا يقدر يقبضها. ادي الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده، وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون، نواميس في الكون دي روح خارقها في بعض الايه الاحايين، خارقها في بعض الاحايين ليه؟ عشان يلفتوا اليه، ليلفت الناس اليه.
تقوم لما يلفت الناس إلى لما نيجي نقول مثلا المسائل ومش ده بتنزل المطره وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه وبتاع والارض دي ممطره دائما, يوم يجي في حته ممطره دائما كده وراه عامل فيها شويه جفاف يموت مواشيه تبقى مش خاضعه لناموس, مش خاضعه لناموس وانما خاضعه لاراده خالق الناموس. مش معنى ان النواميس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عمل, يقول له لا يروح عاملها كده وخارق لك الايه, خارق الناموس ويعرض لنا المسائل كده في خرق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه, لها مدلول في الكون. فيجي مثلا في خرق الناموس, مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا نكسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة مش كده ولا لا, يقول لك طيب استنى شوف بقى ربنا هو عارضها العرض كده, يقول لك اوعى تحكم على الحكايه دي بالعالم, لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يبقوا الاثنين موجودين ذكر وانثى وما فيش, يبقى اذن الناموس مش هو اللي بيتصرف, إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيتصرف كان يبقى الناموس هو المتصرف هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل في أن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي أنت عقلك يتأباه يوم عامل لك إيه, أنه عنده لا عنده لا عندك أنت إنما عندي لا عنده. نيجي مثلا حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ مريم. كفل ستنا مريم. طيب خلاص مدام كفلها هو اللي بيجيب لها التموين فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها, ودي شرحناها مرة في حلقة مش كده؟ وبعدين لها أنى لك هذا, وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أنى لك هذا, يعني فساد البيوت كلها ناشئ من ان الام شافت ابنها معاه الم ابوه ما جابوش ولا قالت له ده منين, شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه ده اللي بيسموه جرفتة, شافته لابس شراب, شافته معاه مش عارف ايه, شافته حاجات ما جابهاش ابوه, لو قالت له ان لك هذا كانت الامور بانت واتضحت. والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الاشاره دي, ده زميلتي جابت لي مش عارف ايه, ده قلم الرج ده مش عارف ايه. لو ان لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها ايه انضبطت. لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجه والنهارده وعارف ان مرتبه مثلا في الدرجه الكذا ومرتبه ما يجيبش الكلام, لو مسكته قالت له الفلوس دي جايه منين, انت جايب دي منين, قول لي جاي منين, يبقى تعطيله ان لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه المجتمع, في المجتمع كله. الله ان لك هذا الشاهد. قامت هي قالت له ايه, هو من عند الله, إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء شيء تاني. هل هو كلم الكلام ده وسكت كده؟ أم قال طيب ما نشوف بقى ما دام الحكاية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب, والله أديني بقى امرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف, إما نقول لربنا بقى ما دام بيرزق من غير حساب ادينا ولد. أم قال إيه هنالك, شو لذلك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه, ساعة ما قالت له كده عمل إيه, هنالك دعا زكريا ربه هنالك. أم ربنا قال له طيب حجيب لك ولد وحسميه يحيى. الله يا الله إيش هو ده, الله وحسميه يحيى. تبقى تأكد الكلام ده ولا لأ؟ طب وش معنى بقى الحكاية دي جت على إيد مريم؟ قال لك لأن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم, فأراد الله أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها ويعلمها أن هي اللي تقول أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يبقى ربنا مش محكوم بنواميس, عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت أن الله يرزق من يشاء بغير حساب, ماليش قانون, هي اللي قالت. وكافلها زكريا جرب الحكاية دي وقال له طب اديني ولد بقى, فاداله ولد
ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد، اكنه يعني بيذكر ربنا، مش مصدق الحكايه ده، علشان ربنا بيعرض دي علشان يبين لك قوه ايمان الناس بالنواميس. قال له يا رب انت قلت هديك ولد، ده انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيه. قال له كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك هو علي هين. بعد ما يقول له يبشره برضه لسه من ومريم قعد قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه، كل ده ايناس بمين؟ لمريم، علشان هتتعرض لمساله ما تتعرضش لها امراه ابدا قبل كده. وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بان هيجي لها غلام، الله تقول إيه؟ انا يكون ولم يمسسني بشر. برضه رجعت كذلك قال ربك هو ايه؟ هي بتاعت زمان ولا لا؟ يبقى كأن الحالة اللي دي حصلت عشان ايه؟ ايناس. ولذلك لما تمثل لها بشرا سوي، بلك لو ما كانش تمثل لها بشرا سوي ولا انا جئت لأهب لك غلاما زكية، يمكن كانت قالت ده وانا نايمة يمكن حد جه في ريحي ولا حاجة، انما ربنا بيعمل لها ايه؟ الصورة بكل ما. وبعدين ولدت الولد وجت بالحكايه العجيبه دي. يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا؟ الله. هو خالقها، انما خلق الناموس. ولذلك يجب ان تفطنوا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم. يا مريم ان الله اصطفاك، ما قالش ما اصطفاش الا انت. هي داخله في الاصطفاء، ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا، مش كده ولا لا؟ لو قال انا ما اصطفيتش الا انت كان يبقى كلام، مش كده؟ وما جابش على، لكن جه ان الله اصطفاك وطهرك، وبعدين قال واصطفاك، انما في الثاني قال على نساء العالمين. يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي، الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه؟ ذكر. ودي شاذة في نساء العالمين، يبقى اصطفاء على نساء العالمين لأن قوانينهم أن يلدن برجل، أن يلدن برجل، إنما أنت هتصطفي على نساء العالمين يبقى لك قانون لوحدك. الله. قانون. ولذلك جاء التشخص في القصة، لأن أنت لما تلاقي قصة ما فيهاش تشخص قل أن الله يريد أن لا تتشخص. يعني ايه يريد ان لا تتشخص؟ يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث. يعني لما جم في اهل الكهف مثلا قال انهم فتياتهم امنوا بربهم، ما قالش هم كام، مش كده؟ ولذلك عاب على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا، وقال للنبي لا تستفتي فيهم منهم ايه، لان اصل عددهم ملوش قيمه في مغزى القصه، واسمهم ايه ملوش قيمة في مغزى القصة، وفي اي بلد ملوش قيمة في مغزى القصة، وفي اي عصر ملوش قيمة في مغزى القصة. ليه؟ لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الاسماء فلا تتكرر في الدنيا، انما لما يتركها بلا تشخص لا في الاسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الايه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية، يبقى معناها ايه؟ يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان، ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة، وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا بهذه الايه الأسماء أو بالأعداد. إذن فالإبهام مربب لفائدة القصة، يعني مزود لفائدة القصة، لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها أنها لا تتكرر. ما تتكررش دي. ولذلك لما حب يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش مين هي، قال لك هي امرأة نبي ومع ذلك استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي أن يهديها. ولكن لم وبرضه في امرأة فرعون ما قالش مين هي، قال لك بس فرعون اللي ادعى الألوهية وما قدرش يخلي امرأته تؤمن به،
إذن المرأة لها عقيدة مستقلة. لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران، شخصها وقال اسم أبوها كمان، لأنها لا تتكرر القصة إلا في بس بيها لوحدها. يبقى التشخص ينفي التكرر. فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا اللي هو ده الرجل عن ذي القرنين هو مين، قل له انت عايز تفسد على القرآن مراده الله. لأن لو كان القرآن يقول هو مين نقول التشخص ده هو يمنع التكرر، إنما هو ربنا بده يقول رجل ممكن في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه الله تمكينا وكيف ساس أموره وجاب الناس الكويسين أحسن إليهم والمسيئين إيه والضعفاء أعانهم. هذه مثل شرود. المثل شرود ده ما يقيش في التشخص أبدا، لازم يفضل إيه طول الزمن، لازم يفضل مبهم طول الزمن. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ أقرأه. ولما تيجي في أي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن، أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. أبتر ليه؟ معنى الأبتر مقطوع الزنق، يعني منه حتة وحتة ضايعة. لأن حين لا تبدأه ببسم الله يمكن يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك، أو ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الآخرة. يبقى إن خدت عطاءه في الدنيا فقد بتر منك عطاء الآخرة، إنما عايز عطاء الآخرة قول بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله علي في نيتك الله. كل وقل بسم الله أنه أباح لأن تزوج وقل بسم الله، انكح وقل بسم الله، كل حاجة قول بسم الله. ما دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله. الله ممكنش تيجي دي، تبقى ازاي دي تيجي؟ فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده ساعة بعد تشرب الخمرة تقوم الله طب حاولي يعني إيه بسم الله، مش هتنفع الحكاية، ما تجيش حسرق بسم الله هرتشي بسم الله. فإذا تعودت أن تقبل على أي عمل بقولك بسم الله استحيت أن تبدأ أي عمل، لأنك لا تبدأ بسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه إيه أو أباحه الله. وانظروا إلى الرحمة من الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني له أوامر، له أوامر يعني افعل ولا تفعل. فكأنه بيقول لك إيه، إنك لما تعمل أي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا وبعدين يديك في عطاء تانية في الايه في الآخرة. ده كلام على الأول، هو ده اللي يبقى ايه مقصود. وبعدين إياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله، لأن الله مش حقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا أنا نفضت إيدي من الودة أبدا. فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء، لأنه رحمن ولأنه رحيم. إذن فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك أنا عصى ربنا أستحي إن أنا أقول له لا أصل رحمن رحيم. ربنا ما بينفعلش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش حقود. ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا ما تقولش تقول بقى أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية امبارح، وقول له أصل رحمن رحيم وأصل رحيم. والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجة من الرحم، ما هي جاء من الرحمة، والرحمة من الايه من الرحم، الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة. شوف الحنو بتاعه ايه، الله شوف الحناية بتاعته ايه. فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن
وهذه الايه الرحم اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من ايه؟ رحمة، من الرحمة اللي هي من الرحم، الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائد اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه؟ عشان الجنين، حنايا الحلوة دي. يبقى اذا ربنا في حنايا علينا بيعطف علينا، ولك وان كنت عاصي برضو ما تستحيش ان تهتف باسمي حين تبدأ في اي عمل لتنال، لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك، بل انت قدرت عليه بالتسخير مني، والا تحرم نفسك الثواب عليه في الآخرة، فيكون عملك عمل غير غير ابطر. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، واكتناف رحمن ورحيم، اياكم ان تظنوا انه اذا وجدت، لان صفة الرحمة لما نقول فلان عنده رحمة يعني راحم راحم، فاذا قيل رحمن تبقى ايه مبالغة، واذا قيل رحيم تبقى مبالغة. اياكم ان تفهموا ان صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف، فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار. يقال فلان عالم وفلان علام يعني أكثر، وفلان علامة، لأن الصفات في البشر بتتغير. لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة إيه تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكسر أو تقل. انت تيجي تقول فلان ايه اكل كلام كويس ده العادي، وبعدين تقول فلان اكول او اكال، ايه يعني اكول او اكال؟ اكول يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثة، يبقى عنده مبالغة في العملية الواحدة بياكل فيها اكتر، يبقى ده اكول واكال، ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مرة رغيف بس بيأكل خمس مرات في اليوم، يبقى مرة المبالغة بتيجي في الحدث نفسه الواحد كأنه مثلا بيأكل ايه خمس رغيف، او تيجي في تكرير الحدث العادي هو بيأكل في كل طاقة رغيف صحيح بس بيأكل كم طاقة؟ خمسة. يبقى اسمه ايه؟ اكول. يبقى مرة تأتي المبالغة في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية، ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية. يبقى دي الصفات دي فيها تغير. لكن لما يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، أنا عايز عشان تفهم إن الرحمن دي مش إن ربنا مرة يبقى رحيم ومرة يبقى راحم ومرة يبقى، لا، الصفات عند الله ما بتقواش وتضعف، إنما تضعف وتكسر متعلقاتها. المتعلقات هي اللي بت إيه؟ رحمن لأنه بيرحم المؤمن والكافر في الدنيا، يبقى رقعة الرحمة واسعة ولا لا؟ وبيرحم رحيم بس في الآخر مثلا لأنه بيرحم المؤمنين. إذن المسألة في المبالغة والصفة بتأتي مش في 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 صاحب الحدث، في الواقع عليه الحدث، في الواقع. مش ربنا بتجي الصفات مرة تبقى قليلة ومرة تبقى كثيرة، لا، ربنا ما بتغيرش، إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. الله، إحنا اللي نتغير من أجله، إنما هو ما يتغيرش أبدا. وإلا لو كان بيتغير كان بمجرد عبده ما يعصاه مع النعم اللي عاملها عليه ديا كان يخسف بالأرض، إنما هو لذلك هو قال أنا مسمي نفسي حليم. الله الله، حليم ما بتغيرش، ومسمي نفسي زي ما بقول للإخوان ستار، يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه. الله، مسألة ما يمكنش تيجي من متغير أبدا، يتغير على خلقه لا ما يتغيرش على خلقه. إذا فلما بيجي ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد، هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسفي يقول لك ما ربك بظلام، حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية. لما تيجي تقول فلان ليس بأكل، هل نفت عنه أنه آكل؟ لا،
يبقى أثبت له أنه إيه؟ لا أكل. نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامة، عالم. يبقى عالم. طب ما ربك بظلام، يبقى ما فيش مانع يبقى ظالم بس. ها؟ ما هي معناها كده بينفي الصفة المبالغة، مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فلان ليس بأكول يبقى يمنع أنه أكل. طيب ما ربك ليس بظلام، ما يمنعش أنه ظالم، يبقى هو ظالم ما بيبلغش في الظلم بس. نقول له لا، انت خدت على أن الصفة في الله تتغير علوا وضعفا، والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا، لأن كماله غير متغير. أما إيه الحكاية؟ أم قال لك هو قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ تكرر، يبقى ظلام لأن الحدث إيه؟ كتير ظلم ده. لا 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 لا. لما يكون عايز يظلم العبيد ده تبقى ظلام ولا مش ظلام؟ طب وإذا كان الظلم يتناسب مع القدرة، ما أنت ما تظلمش إلا اللي أنت تقدر عليه، يبقى ربنا إن أباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس، عشان قدرته واسعة قوي. ده ان كان هيدخل في الحكايه دي ما يبقى الظالم، ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام، لان الظلم متناسب مع قدره الظالم، وقدرته لا حد لها، مفهوم؟ يبقى اذن الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا يقول انها تضعف وتقل، الكمال في الله واحد، الا ان متعلقات هذا الكمال هي اللي بتختلف، قد تختلف لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى ظلام قوي، وان تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم. لما يجي ولد تلميذ الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس زق كده زقده بسيطه كده، يقال ده ايه ده؟ ضريب. وان كان الضرب بتاعه ما ألمش الواحد، انما الكسره دي ضرب الفصل كله، ولا مسك ولا ورنه علقه جامده، برضه نقول ضريب. فاما ان تبالغ في الحدث الغير المكرر، واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا، وان كان عاديا. يبقى اذا حين يقول، حين يبدأ الله الحق سبحانه وتعالى اننا نقرا القران، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، طلب منا في القران وفي غيره، في كل عمل ندخل عليه ندخل عليه باسم مين؟ بسم الله، لانه هو الذي سخر لي الاشياء، ولولا تسخيره لي الاشياء ما استطعت ان اسخرها لنفسي. ولان الله يريد ان لا يكون عملك هدرا، عمل المؤمن، فيكون كل عمل لك تعمله وفي بالك الله. ما دام كل عمل تعمله في بالك الله، يعني ان اتيت امراتك شهوه وانت تنوي اعفافها او تنوي الذريه الصالحه، يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب؟ ولذلك قالوا للنبي، قالوا اياتي الرجل منا اهله ويبقى له ثواب، يعني ياخد متعته وشهوته يبقى له ثواب كمان؟ ما قال في بضع احدكم ايه؟ صدقه. قالوا له بقى الراجل ياتي اهله شهوه كده وبتاعه ياخد، قال ارايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبة ولا لا؟ طب لما يضع في حلال ما يبقاش له عقوبة ازاي؟ يبقى زين كل عمل من الاعمال ذات البال، ولذلك كل عمل زيبال لا يبدأ باسم الله. ايه معنى زيبال؟ زيبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر، ما هو البال الفكر، تقبل عليه بفكر، يبقى لازم تبدأه. انما الاعمال اللي تيجي كده من غير فكر، يعني تهجم عليك بعض الخواطر، يوم لم يكلفك الله عنة بأن تقول فيها بسم الله فيا مغفورة لك. ليه؟ لأنك لم تشغل فكرك بالعمل قبل، لأن الإنسان منا في كل شيء له ثلاث نسب. النسبة الأولى نسبة ذهنية، يعني أنا عطشت، النسبة الذهنية اللي جت عندي انني اريد كوب ماء، تبقى وجدت النسبة هي الذهنية، اقوم اتكلم اقول اعطني كوب ماء، دي نسبة ايه؟ كلامية.
لما يجيني كوب الماء يبقى دي اسمها نسبة ايه خارجية، يبقى كم نسبة عند الانسان؟ ثلاث نسب، نسبة ذهنية، نسبة ايه كلامية، نسبة خارجية. النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين؟ ان كان امر يبقى نشأت عن النسبتين. طب وان قلت زيد مجتهد، زيد مجتهد قبل ما اقولها جت في بالي ولا لا؟ وبعدين قلتها، قولت دي ليه سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت او لم اقل؟ يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر، انما هي سبب في الانشاء، سبب. فكل امر يحدث منك بنسبة خارجية او نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى امر غير زيبال. افرض مثلا ان انا قاعد كده واللمبة دي كده قلت ايه انفعلت يا ستار، ما قلتش بسم الله ابتعد عن مكان الخطر، لان دي ما قالتش شيء في النسبة الذهنية. يبقى اذا كل امر زيبال يعني يمر بنسبة ذهنية اولا، مدام يمر بنسبة ذهنية اولا يبقى ده زيبال. لما يجي زيبال ده يقوم ربنا بيقول لك رب الفائدة منه، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته اجرا. فإذا ما قلت بسم الله وأقبلت، ما هو الكافر لما هيقبل على الأرض ويحرسها هتديله ولا ما تديلوش؟ هو ماشي بسم الله، إنما ما خدش الإيه؟ ما خدش الأجر. لكن المؤمن خد الإيه؟ ولذلك قال فهو أبتر يعني ناقص. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أبترا. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.